السلام عليكم اخواني اخواتي، جيت اليوم باش ندير معكم واحد الاكله ديال اللحم بالسلاوي والزبيب. يلا نبداو على بركه الله. اولا عندنا نص كيلو ديال اللحم، عندي السلاوي، عندي البصله مشلضه، عندي مطيشه صغيره في هذا الحجم، وعندي السلاويه في هذا الحجم، ما تكونش كبيرة بزاف لأن عندي اللحم يعني نص كيلو. وعندنا الثومة، الثومة حسب الذوق، عندي الزيت الزيتون نص كاس، عندي المصير، عندي الزبيب، عندي التوابل، كاين الخرقوم، كاين التحميرة البابريكا، كاين الكمون، القزبور، البزار، سكينجبير، وكاين القزبور مدقوق، قزبور خضر مدقوق حتى هو كاين، والكمون. يلا نبداو على بركه الله ان شاء الله. غادي نديرو اللحم هو الاول، هو مغسول ونقي مسقطر. غادي نزيدو عليه البصله والثومه، بصله مشلضه رقيقه، نزيد التومة ما تشطر الأخير، نزيد السلاوية قطعناها قطع تكون هكا غليظة، تقدروا ديروها غلد من هادي هي معانا. عندي الكوكوت صغيرة درتها على حساب الكوكوت. نديرو الزبيب، نزيدو التوابل كلهم في مرة، نديرو المصير، المصير حسب الذوق، الملحة ما درناهاش مع المصير ملح، نديرو الزيت، الزيت نص كاس، ومن بعد هذا الشيء كله غادي نخلطوه مزيان، يتخلط وديك الساعات غادي تشوفوا كي يلا. من بعد نخدوها بحال ما هكا، تخلطوا العناصر مزيان 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 مزيان. هانتوما من بعد خلطنا هكا مزيان، تنقبتو هاد الماطيشه كنديروها لتحت، ولما سمحوا لي ما ذكرتوش معكم غادي نمرقو من الاول. غادي نهز دابا اللحم حتى ندير ماطيشه في لتحت تكون منها القاع. هاد الاكله هادي ديال السلاوي بالزبيب راه كتجي غزاله البنات، جربوها وما تندموش، ردوا عليا خبر، كتجي معسله مخيره. مطيشه تبقى لتحت. دابا غادي نمرق، ديرو بوز سير. يلا البنات هانتوما الماء غادي نخويه على في الجنب، ما نخويش على اللحم باش ما يحيد منه التبزير، تبقى فيه شادة وما نمرقش بزاف. هانتوما القياس فاش يطيب صافي. دابا غادي نسد عليه الكوكوت نص ساعة، كندير ليه على حسب الكوكوت تاع الانسان، تلت ساعة نص ساعة حتى تبقى دميعة بوحدها، ومن بعد ان شاء الله غادي نتلاقاو وتشوفوه من يكون طيب. دابا غادي نرجعو للبوطة. يلا البنات من بعد ما كمل واحد ثلث ساعه هو كيجا باقي خصو يطيب شويه، نص ساعه قلت لكم تندير ليه، غير حليت خفت لا تحرق الكوكوت.
هانتوما شفتو يزيد واحد شويه يشرب، لان هاد الاكله هادي ما كتبغيش المرقه بزاف، تكون غير التجميعه صافي، والعافيه تكون عاديه على حسب كل عرف الكوكو تاعو كي تطيب. هانتوما يلا من بعد يطيب يكمل في الطياب ان شاء الله، عادي نوري لكم كي يلا البنات. من بعد ما طاب اللحم بالسلاوي والزبيب ها هو كيجا غزال تبارك الله كيشهي، تنتمنى تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. ها هو جا مخير مريقه خاطره. يلا الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.